ما الحكم من تكرار رقم 3 في الأحاديث؟ 3 لا ينظر الله إليهم، 3 لا يكلمهم. كثير كان إذا سلم سلم 3، إذا استأذن استأذن 3، وإذا تكلم أعاد 3. ورأيت رسالة لأحد الإخوة جمع فيها كل الأحاديث التي جاء فيها رقم 3، يعني هذا يدل أن في شيء في 3 وفي 7 تكررت كثيرا في الشرع، والله أعلم.